السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني المشاكرة واخواته والناس هذو، غادي نردوا على هذو اللي باعوا الاوهام للشعب الجزائري، يعني خاصة وين شاهدنا والنمس وين الناس خرجت، يعني وين يهلكوا يعني منا والفيفا ومنا منا. حنا كنا دمنا لكم، قلنا لكم بلي هذه جبنا لكم تاع مصر، بلي داروا تاع مصر، داروا تاع الطليان، داروا كل خطره ويديروا ايكيب، يعني اللي خلاو اللمسه تاعهم في الكوب دي مود، يعني مشاركات وفجأت المتتبعين. هذا ما كان خرج عليكم ذاك المخنث هذاك بولحية، والكوب دي مود جابوها للصحراء، وراني قلت لكم وقست لكم الشرات، اعطينا الشرات، اي اعطيهم الشرات هذو اللي قلتهم قاعد يتكذبوا. مشاكرة بلي يقول لهم انا ما نقبل شيء بالشرات، نبغيها كومبلي دعايات الكذب. اي مشاكرة فاتت الاربعاء، الجمعة اللي فاتت قلت لنا بلي، قلت له يا سبيسف الا ما درتي وما عملتي غادي نخرج الاربعاء نكشفك. هيا اهدر، هيا حنا انا على بالي بلي غادي تقول له بلي الجامعه العربيه، انا على بالي بلي غادي تدخلها له بالسياسه والجامعه العربيه منا ومنا ومنا، انا على بالي تقول له لا ما بغيتش نهضر في طول الجامعه العربيه. على بالنا عصرناك ميكو كاين الفوت حاجه يقول له صح، مور الفوت نقضوها كيما هكا. انت فانيك صاحبي كيما هكا، راك من دو افريل وانتايا الجمعه غادي نطرطقها، الحد نطرطقها، السبت نطرطقها، السبت منها سبت والله غادي مساكين ناسي. هيا خرجوا قولوا لنا، هيا كل واحد اللي كان يقول لكم شاكرا قنعني يعطيكم شاكرا شاكين. هيا انتوما هذو اللي تشوفوا مصداقيه قولوا لهم يعطوكم مصداقيه تاعهم، قولوا لهم يوروا لكم. الفيفا خايفه، ما هي خايفه الفيفا، وقيله خايفه منكم، لا هي خايفه من شاكرا، خايفه من ذاك المخنث، خايفين عباد يدير لكم بشويه هكا قلتوا بعد يخبروكم، راهم خايفين منكم. لا الفيفا وقيله خايفه منكم، انفرتين وقيله راهي تلعب منكم، راه ميت، راه صعيب، راهي صعيبه، انتوا راكم صعبين عليه. لا راكم اوطاج، راكم دايرين اوطاج، راهم في الفيفا ما بغاوش يخرجوا، تعطوكم حقكم. لا ولا ذوك المراقبين ماشي كي خطره وراوحوا قالوا لكم باين نربدوا هنا، تعطونا تعاودوا لنا الماتش ولا يعطونا الماتش. يسرى الغاشي فيفا دارت يعني احداث اللي صراو مقبل منا، قال لك صايك الفيفا على النت والاعلام واحد راه يقول لكم ها هو الاعلام هنايا، وتولي هو في دبي ولا يقول لكم ها ليكم الاعلام تاع الجزائر هنايا، اليكم منا دعايات مع ظهور مشاكرة واخواتي. مشاكرة اصبح يعني بسبب هذا مشاكرة وين اظهر واصبح عندنا نوع جديد من المناصرين كرة القدم يختلفون تماما على المناصرين الذين يعني المناصرين اللي نعرفوهم، المناصرين اللي كيما 2009 لهنا ربحنا 3 دولار بيت دارت تير فينا، قلعنا ما بكينا ما والو، روحنا لمصر جبنا كاليفيكاسيون ما قعدناش نبكو، ما بكينا ما قلنا مؤامرة ما والو، داب أيا درنا 3-2 هنا، روحنا لمصر خسرنا 2-0، عاودنا خرجنا بأم درمان، روحنا حنا كوب ديمون صحيح، كيسموها بوركينا فاسو فانيك، ما كان لا مؤامرة، ما سمعنا لا مؤامرة لا والو، خسرنا 3-2، جينا هنايا ما كانش الهضرة، داب خدم، ربحنا روحنا كوب ديمون. مؤامرة، هذا مصطلح تاع مؤامرة، مصطلح تاع راهم يخربونا، مصطلح تاع أعداء. هذا شكون اللي خرجوا هذو الجياح، هذا الجايح تاع ذاك المخنث هذاك، وين هذاك بولحية، وين هذه تاع هضرة تاع أرتيتا ما ضحكش مي محرز ماركا، أرتيتا خاوتي هذيكو أرتيتا ضحك مي محرز ما ماركاش، وبعد عاود قلبها لكم ليكيب ناسيونال. خاطش على الناس راهم كوب دي مون منا، قلبها لكم ليكيب ناسيونال، شنو غادي يدير لكم؟ قلبها لكم باللي راهم مؤامرة وأعداء ومنا طاك 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 طاك، هذا ما كان. قولوا له طرحوا لي أسئلة، قولوا يعطيكم يعني واش المشاكرة باش قنعه، وين راه الماتش؟ وين راه الماتش اللي يتعاود؟
وين هما المدرب هذا تاعهم فانيك اللي قال لكم كاين ملف ثقيل وقاسم غادي يوقف امام لجنه التحكيم؟ وين راهم هاد الصوالح؟ من حقكم تقولوا لا ماشي عيب. حنا راني عاقل الناس مي رقدت شويه رقدت شويه هذو والفوا كي يشوفوا الناس تاعو رقدت خرج المدرب قال لهم الماتش وقاسم واي 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 خرج تعاود قلعت كيما هذا مكلب بالاعلام يعني باش يلهي باش يلهو الغاشي خرجوا قالوا لكم لنا الفيفا دارت باين دارت بيان هذيك 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 من شوف لبدا من تجي كوب دي موند يديروا هذا الصوالح يعني يديروا اهداف احسن اهداف في الكوب دي موند يديروا احسن ناشد يدير كل خطره ويدير لك حاجه احسن زعما احسن منتخب مفاجاه اللي كان مفاجاه في الدوره هذه هي وما خرجوا قال لك كوب دي مون جابوها هنا للصحراء ومنا وقلنا هذاك 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 بولحي هذاك المخنث ولاد لهم كيما هكا عندي كنت نعطيكم شر هذا ما كنتش باغي نبين والمصايب ما يتعاود روح انت عاودوا روح انت لعبوا ديروا دوره ديروا دوره بيناتكم ديروا كارطيات بيناتكم روحوا حرموا عليهم في في قطر وقفوا لهم في السطاد قول لهم ما كاش اللي يدير كوب دي مون انتوما زعامه انتوما تمشي روحتوا حتى لاسويس بغيتوا تهدوا لاسويس هم شي بغيتو تهدوا راسي استحذروكم قالوا لكم ربي يدسوا مارطا وهذا تاعكم ايوم منا وتا غادي نشراتكم الماتش نعاودوا هذا المناصرين الذين يختلفون يعني على الذين نعرفهم من سابقا وعشنا بينهم ولم ولو لفتره قصيره وهذا صنف من المناصرين مشاكريين النسبه للمشاكره وكشفت عنهم مقابلة الكاميرون مؤهلا للمونديال حيث اكتشفنا نوع غريب من الأنصار يرفعون من يكذب عليهم ويمجدونه ويشتمون من يحاول أن يواصل لهم الحقيقة ونشعلك بس كي على بالك يردوك عادو انت كي تقول بلي تقولهم بلي يودي هذو الناس هم يكذبوا عليكم يردوك عادو يردوك عادو يردوك انت يا ما تعرفش يردوك جاهل يردوك يقول لك هذاك ما يالك هيا احنا صح احنا جوهان احنا ما نعرفو حنايا احنا اعداء هيا قولوا للناس اللي كنتو تقولوا ماشي تعاود هيا قولوا لنا وين راهم كذبوا نورمال هذاك ود الهاشمي قروابي يعني باش يطلع يعني قلتها لكم طلع انه يطلعوا النسبه منك ما خرجوا الماتش تعاود يقصروا عليكم ولينا تحريش على بالكم اللي التوانسه يحرشوا بينا المغاربه يحرشوا بينا النصارى يحرشوا بينا كاع الناس ولا تحرش بيها حتى لهنا الناس اللي فاقد ولا تحرش بيكم ولا تحرش ولا تحرش بالشعب ثاني لي فرونسي الاذاعات ديك الارابسي اونس مونديال ولا كل خطره يديروا حاجه يحرشوا بيكم وليتوا تحريشه والله لا ردي شوفوا ماشي الشعب قاعد هادو المخنثين هادو اللي باطار هادو في اليوتيوب هما بسبب علاج المصلحه تاعهم ردوا الجزائر يعني انا نعقل عليها قلت لكم انا من انا هادو ما يمثلونيش هادو لا بيقول لك الماتش يتعاون وهادو اللي راحوا للفيفا مي كانت الفرفاره نايضه عندكم شكون اللي يقول الماتش ما يتعاونش مي كانت الفرفاره قلت لكم انا هادو ما يمثلونيش ياودي هادو يضحكوا علينا الغاشي ياودي هادو وجوه الذل هادو وجوه البخت يضحكوا عليك الغاشي نورمال ما يحشموش يعني وجوه قبيحه نورمال عادي وجوه ذل تشوفو كيما هكا يعني الذل يكثر بالبيدو وين شاهدنا وين يرفعون من يكذب عليهم ويشتمون من يحاول ان يوصل لهم الحقيقه وينبذونهم ويدفعون بقوه على الفاشلين ويقدسونهم ويطردون الناجحين ويحتقرونهم مع ومع متابعة هذا النوع من الأنصار وجدنا أن كرة القدم التي أصبحنا يعني نمارسها تختلف تماما عن كرة القدم التي تمارس يعني في بقية العالم بأسره في بلدان العالم يعني نورمال الناس والله لا يضحكوا علينا والله العظيم شفت واحد أنايا واحد تونسي قال لهم كيفاه الجزائر ولاو يأمنوا باللي البارتيات تتعاود والله لا عنده الحق واحد جزائري فاني كان في اوروبا قال لكم عيب عليكم هل بالك بلي عيب عليكم ولا ما بالكمش تكذبوا نورمال عادي قاعد تكذبوا يا ولد والمسكين مامنين مامنين ويدي لك هاك يقول لك لا انا لازم الاتحاديه لازم تهدر مشاكل يديكم مشاكل انتم ما تعرفوش مشاكل يديكم كيما هذاك هذاك المخنث هيا خرجوا قولوا لنا مشاكل اش شفتوا عنده هيا خرجوا قنعوا الشعب الشعب اللي كان مامن فيكم الناس اللي كانت مأمنة فيكم
هيا قنعوهم قنعوهم، قولوا لهم يا ودي هاشا شفنا هاشا شفنا، وروا لهم العجب والمعجب، هذه هي تاع العجب والمعجب، هذه هي بكم. ماذا بكم؟ ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، واللي يمشي ابوني ابوني معنا، يشترك معنا في القناه تاعنا، وربي يحفظكم صحيتكم.